هي دي أول محاضرة لينا في الهيماتولوجي، المايلوز بلاستيك سندروم. طبعا كلمة مايلو معناها بوم مارو، ديسبليزيا معناها تغير في شكل الخلايا، وسندروم مجموعة مشاهدات ما بيجمعهاش ديزيز يعني باثولوجي واحد. فاحنا دايما بنقول على كلمة سندروم اوف نو باثولوجي، يعني ما فيش حاجة محددة تقدر تقول الكلام ده حصل ليه. وبالتالي كلمة مايلو ديسبلاستيك سندروم معناها تغيرات حصلت في شكل الخلايا داخل النخاع غير محددة الأسباب. الديفينيشن بتاعنا مايلو ديسبلاستيك سندروم ار هيتروجينس جروب. كلمة هيتروجينس معناها أشكال مختلفة من من الديزيز، يعني الديزيز ليه كذا شكل مختلف زي ما هنشوف بعد كده في الكلاسيفيكيشن. اوف كلونال هيماتوبايوتيك نيوبلازم، كلمة كلون تعني single line of differentiation أو خط إنتاج واحد. بالبلدي كده يعني هنشبهها زي مصنع، هي فيه كذا خط، كذا خط إنتاج لتصنيع مثلا أمصان، بناطيل، كلام من ده. فيبقى فيه خط فيهم هو اللي حصل فيه مشكلة، clonal hematopoietic neoplasm defined by morphological dysmorphia يعني تغيرات في الشكل، one or more blood cytopenia يعني صورة الدم لما بنيجي نعملها بنلاقي واحد أو اتنين من مكونات الدم ناقص، and an increased risk of clonal evolution. كلمة evolution معناها تطور أو تحول to acute myelogenous leukemia. ومن هنا بقى بتكمن المشكلة، إن المرض ده هو بين ما بين النورمال وما بين المالجنسي، فسهل جدا إن ممكن يتحول بعد كده لأكيوت مايلويد leukemia. الـ disorders are usually idiopathic، وكلمة idiopathic في الطب بتاعنا احنا مش عارفين السبب بتاعها ايه، لكن طبعا كل شوية مع التطور بتاع العلم وكده بنقدر نكتشف الأسباب. and may be caused by exposure to cytotoxic chemotherapy أو radiation or both، اللي هو دايما بيقولوها في أي حاجة بتتحول لمالجنسي. and the term pre-leukemia has been used in the past to describe these disorders، كانوا بيستعملوا قبل كده كلمة إن دي pre-leukemic stage. الكلاسيفيكيشن دي اللي حطتها الورلد هيلث اورجانيزيشن، دبليو اتش او حطت الكلاسيفيكيشن دي بتاعت مايلو ديسبلاستيك سندروم وقسمتهم لست حاجات. طبعا احنا محتاجين نعرف بس يعني نفهم بس الموضوع عباره عن ايه، لكن التفاصيل اللي تحتيه مش محتاجين نحفظها، احنا بس هنعرف الانواع. اول نوع هو ريفراكتوري سايتوبينيا ويز يونيلينج ديسبليزيا، او بنسميها RCUD refractory cytopenia with lineage dysplasia. كلمه refractory تعني انه ما بيستجبش للعلاج، not responding to treatment، ويونيلينج ديسبليزيا معناها خط انتاج واحد اللي حصل فيه المشكله. طيب مواصفات الديزيز دوت ايه؟ ديسبليزيا ان 10% of the cells. طب اشمعنى كلمه 10%؟ يعني لو 9 ما ينفعش او 6 او 8 او هكذا. ليه بقى؟ لأن المصنع بتاع النخاع زي أي مصنع بيبقى فيه درجة أولى ودرجة تانية أو فرز أول وفرز تاني، فمقبول إن يبقى فيه خلايا شكلها متغير لحد 10%، لكن أكتر من 10% كده ده changes في السيلز يمشي مع المرض بتاعنا اللي هو الـ MDS. أقل من في أقل من 5% بون مارو بلاست سيلز وأقل من 1% بلاست سيلز معناها إن العيان ده مش قالب بأورام. ما فيش اور رودز اللي هي بتبقى بتشخص العيانين بتوع الاي ام ال، واقل من 15% اوف اريثرويد بريكورسورز ارينج سيدرو بلاست، ودي محطوطه عشان التايب التاني. طيب النوع التاني بقى ريفراكتوري انيميا، خلي بالكوا هنا انيميا بس مش سايتوبينيا، مش اي حد، مش اي مكون من مكونات الدم، وذ رينج سيدرو بلاست. مين بقى الرينج سيدرو بلاست دي؟ دي خليه لما بوم مارو ما بيقدرش يستعمل الايرون بيبقى ده يتجمع حوالين النيوكليوس ويعمل شكل دايره بيسموها رينج سيدروبلاست، يبقى دي خلايا اللي متجمع جواها الايرون وعامله الشكل دوت. طيب العيانين دول بيبقى عرضه عندهم ايزوليتد اريثرويد ديسبليزيا بس، ما عندوش مشكله في بقيه المكونات بتاع الدم، اقل من 5% بون مارو بلاست سيلز واقل من 1% بلاست سيلز في البريفر براد، ومفيش اور رودز، واكتر من 15% اوف اريثرويد بريكورس رينج سيدروبلاست، عشان كده اتعرفت بالنوع ده. طيب كل حاجة دلوقتي في الهيماتولوجي بقت مولوكولار ميديسين، يعني مرتبطة بالجينات. فلو ان في جين مشهور جدا مرتبط بالام دي اس اللي هو الايزوليتد ديل 5 كيو، انتوا عارفين اي كروموزوم طبعا ليه له كيو ارم و بي ارم، فالكيو ارم
في كروموزوم رقم 5 مش موجود، وبيحصل الديليشن ده عند الحتة بتاعت 31، هنقولها دلوقتي حالا. وبرضو بقية المواصفات كلها موجودة زي ما هي. لو في ريفراكتور بقى سايتوبينيا ار سي ماشي، بس ويز مالتي لينج ديسبلازي، مش ار سي يو دي بقى، مش يو لينج ديسبلازي، مالتي لينج ديسبلازي برضه بنفس المواصفات، ديسبلازي اكتر من 10% والمرو اقل من 5% بلاست واقل من 1% بلاد. ريفراكتوري النوع اللي بعديه ريفراكتوري انيميا ويز اكسس بلاست، وده النوع بقى اللي هيبدا يبقى فيه زياده في البلاست سيلز والبيلوكيمي. في منه نوعين تايب 1 وتايب 2. تايب 1 ده بيبقى فيه من 5 ل 9% مارو بلاست واقل من 5% في البريفر بلاد، مفيش اور روتس اند نو اور روتس. لكن التاني بقى من 10 ل 19% مارو بلاست و5 ل 19 في البريفر بلاد او في اور روتس. تمام، بعد كل الانواع اللي احنا اتكلمنا عليها دي الخمس انواع، في نوع اسمه ان كلاسيفايد ام دي اس. يعني ايه ان كلاسيفايد بقى؟ عنده مينيمال ديسبليزيا ما وصلش ل 10%، بس لما نيجي نعمل له سايتوجينيتك زي ما هنقول في الحته اللي جايه دي دلوقتي، هتلاقي السايتوجينيتك ده بتاعه بوزيتيف، يبقى هو ما وصلش ل 10% بتاع التشخيص، لكن في سايتوجينيتك. فالعينين دول بنعتبرهم ايه بقى؟ بري سامتيف ايفيدنس اوف ام دي اس، بري سامتيف ايفيدنس اوف ام دي اس. طيب نرجع نجيب الموضوع تاني من الاول. نرجع نجيب الموضوع تاني من الاول. يبقى انا ده عيان عندي هيجي بسايتوبينيا خلاص، سواء سنجل او مالتي لينج. تمام، العيان ده بعمل له تحليل ما بيطلعش عنده اي حاجه، بدي له علاج ما بيتحسنش، العيان ده ريفراكتور تو ذاتي. طلبت له البون مارو طلع فيه واحد من الست مشاهدات دول. طب هما دول معناها ان واحد بيقلب للتاني؟ لا، هو ده معناه ان انت لما هتيجي تعمل بون مارو هيطلع واحد من دول. لو طلع واحد من دول يبقى ده ماشي مع الكرايتيريا اللي بتشخص ايه؟ الام دي اس. طيب غالبا العيانين دول مبيبقاش فيه اعراض، اولا هو بيبقى هو من سن 60 سنه مفيش في اعراض، ممكن تعمل روتين انفستيجيشن بالصدفه كده يطلع موضوع السيتوبينياس دي، لكن ممكن يجوا في فاتيك او انفكشن او بليدنج نتيجه البون مارو فيلير، وغالبا ده بيبقى البريزنتنج ساين سيمتومز اند ساين. الطحال ساعات بيبقى كبير شويه وده بيبقى معاه بالور او وساعات بيبقى معاه بالور او بليدنج اند فيريس ساينز اوف انفكشن. وزي ما حضراتكم عارفين طبعا ان اي نوع انيميا الطحال بيكبر شويه عشان هو بيساعد في تصنيع الدم. لو جينا نعمل تحاليل، العيان ده هيبقى عنده انيميا طبعا وممكن يحتاج ترانسفيجن سبورت. الهاي بلاد سيلز غالبا في العينين دول بتبقى نورمال، لكن في بعض الاحوال بتبقى ريديوسد، ولقيتها ريديوسد هنلاقي في مايلويد سيريس مي بي ليفت شيفتد اند سمول نمبر اوف برومايلوسايت بلس سيلز مي بي بريزنت. طبعا ليفت شيفتد يعني معناها ناحيه الام ماتيور. البليتلت كاونت غالبا بتبقى نورمال او ريديوسد، مفيش مشكله في البليتلت غالبا. ده طبعا المنظر اللي احنا شايفينه ده هو المنظر بتاع الشيفتد ليفت في الهاي بلاد سيلز، مايلوسايت ميتا مايلوسايت باند اند سيجمنتد نيتروفيل. البان البون مارو لما بنيجي نعمله بيطلع هايبر سيرور بات اوكيجنالي مي بي هايبر سيرور. طب ليه هايبر سيرور؟ ما هو انا عمال اصنع الخلايا دي بتطلع شكلها مش مظبوط. على فكره في وحده جوده داخل النخاع، فالنخاع بيبدا اوتوماتيك يكسر الخلايا اللي شكلها مش مظبوط، فتبقى المحصله النهائيه ان في البريفرال بلاد ايه مازال في انيميا او ليكوبينيا او ثرومبوسايتوبينيا، فالبون مارو عايز يشتغل تاني عشان يصنع، وبالتالي هو يبقى هايبر سيلولر. طب امتى هيبقى هايبر سيلولر؟ لو هو فاضل شغال فتره طويله البون مارو بعد شويه بيتعب، فلازم هيبدا يحصل ايه؟ هايبو سيلولر. هيبقى فيها اريثرويد هايبر بليزيا، هيبقى فيه اريثروبوييسيس، بس هيبقى فيها بقى ميجالو بلاستويد فيتشرز او مالتي نيوكليتد الاسترويد بريكورسور. البروستين بلو دي الصبغه اللي بنصبغ بيها الايرن مي بي ديمونستريت رينجد سيدرو بلاست، مي بي ديمونستريت رينجد سيدرو بلاست. ذا مايلويد سيريس از اوفن ليفت تو ذا شيفت زي ما احنا قلنا بريسنس اوف دوارف ميجا كيلوسايت. كلمه دوارف معناها قزم صغيره ويز يوني لوبد نيو. الصوره اللي احنا شايفينها دي صوره هايبو لوبيوليتد ميجا كيلوسايت. الاولانيه مونو لوبيوليتد ميجا كاريوسايت، والثانيه باي لوبيوليتد، والثالثه باي لوبيوليتد برضو ميجا كاريوسايت. يمكن دي صوره مجمعه شويه حاجات كده في البوم مارو والبريفرال بلاد للاشكال المختلفه بتاعه البليتلت والار بي سيز. بس لو جيتوا تبصوا مثلا
كده الخلايا دي لو خدتوا بالكم كده هتلاقوا في شكل خلايا اهو متاكل منها حتة. لو جيتوا تبصوا هنا هتلاقوا خلية مطولة شوية elongated. لو جيتوا تبصوا مثلا هتلاقوا هنا شكلها دي تير دروب، يعني البليتلت هنا عاملة كلامبنج متجمعة حوالين بعضها وهكذا، يعني أشكال كتير ومتغيرة من الخلايا تقول إن عندها في MDS. لو جينا نحلل الايرن طبعا هنلاقي الايرن بتاعنا عالي والفيريتين ليفل اند ميبي elevated as a result of anemia and shifted erythron iron. طبعا كل ما كرة الدم الحمراء بتتكسر كل ما الحديد اللي جواها بيطلع وبيعلى. ال LDH واليوريك اسيد برضو بيبقوا عاليين. There are a frequent abnormal involving in the long arm of the chromosome 5 او 7. طبعا كروموزوم 5 و7 ممكن بيحصل فيهم deletion و some patient بيبقى indolent form of the disease، عنده حاجه اسمها 5q syndrome. مين ده بقى؟ ده عيان كده بالصدفه راح عمل تحليل جيناتكس فطلع انه عنده ال 5q مش موجود، لكن هو لا بيشتكي من حاجه ولا عنده سيتوبينيا ولا اي مشكله، فالعيان ده قالوا اتفقوا على انهم يسموه 5q syndrome، وده طبعا بيبقى هاي ريسك ان هو ممكن later on يقلب MDS. تاني نرجع، يبقى العيان بتاعنا ده في باي سيتوبينيا او يوني سنجل اليمنت هيبقى ناقص، والعيان عملنا البوم مارو بتاعه طلع فيه المشاهدات دي كده، العيان بتاعنا ده اتشخص قال لك لا استنى ده في حاجه اسمها دايجنوستيك كرايتيريا في ام دي اس. هم ليه الناس مصعبين الموضوع كده يا جماعه؟ هو مش مصعبين ولا حاجه، هو عايز يقول لك ايه، ام دي اس دي موضوع احنا مش عارفين هو حصل ليه، تمام؟ وبالتالي انت لازم تستبعد كل حاجه قبل ما تفكر ان انت تقول ان العيان ده فيه ام دي اس. طيب فقال لك لازم يكون في presence one of more otherwise unexplained cytopenia، ونحط تحت كلمه unexplained دي خط. يعني ايه unexplained؟ يعني انا معرفش الكلام ده حصل ليه. طب ايه الارقام اللي بنشتغل عليها؟ الهيموجلوبين يكون اقل من 11، ابسوليت نيوتروفيليك كاونت اقل من 1500 ماشي، والبليتلت اقل من 100. طب يعني مش التوتال ليكوسيتيك كاونت اللي يكون قليل، لا النيوتروفيل تكون نسبتها التوتال ليكوسيتيك كاونت اقل من 1500. طيب ويكون في عندي presence of one or more myelodysplastic syndrome decisive criteria اللي احنا لسه قايلينهم في البومر، حلو قوي، وبيأكد عليك تاني اهو ان يكون في ديسبليزيا اكتر من 10% تمام، او ان يكون في بلاست سيلز من 5 ل 19 اللي هو النوع اللي احنا قلنا ريفراكتوري انيميا ويز اكسس بلاست اللي بيحصل في نوبيل البلوكيميا بعد كده. طيب ونيجي على الجيناتكس نبص نلاقي ايه، قال لك بقى ايه، عملت تحليل التحاليل بتاعت الجيناتكس طلع في حاجه من دول. طب هو التحاليل بتاعت الجيناتكس دي ليه اشمعنى دول؟ يعني ده اكوردنج للاستاديز والدراسات لو ان دول الكومن اللي احنا بنشوفهم في العينين بتوع الام دي اس. انا هقول الحته بتاع الجينيتكس دي دلوقتي حالا. طيب هو ماينس 7 معناها ان كروموزوم 7 مش موجود اصلا. طب ديل 7 كيو الارم كيو مش موجود. ماينس 5 مش موجود كروموزوم 5 او ديل 5 او ديل 5 كيو مش موجود. طيب عندنا بقى اي، كلمه اي دي معناها انفيرجن، يعني الكروموزوم اتقلب ماشي، فبقى اللي تحت فوق واللي فوق تحت. طب وده هيغير في حاجه؟ اه طبعا هيغير في ترتيب برضو الايه الجينات اللي موجوده على الكروموزوم. طيب كلمه تي 11 16 كيو 23 بي 13 18 ده معناه ان كروموزوم 11 تي يعني ترانسلوكيشن، كروموزوم 11 وكروموزوم 16 اتقطع عند الارم كيو عند المنطقة 23 هنقولها دلوقتي حالا، وهنا في كروموزوم 16 عند الارم بي في كروموزوم عند المنطقة 13 3 من 10 خد الجزء ده راح هنا والجزء ده راح هنا، يعني هما بدلوا مكان بعض تمام. ده معنى كلمة السيتوجينيتيك اللي هنا دي. طيب بيأكد عليك برضو بعد كده اكسكلوسيف
exclusion of alternative diagnosis that explain blood bone marrow fine، لان احنا لحد دلوقتي ده ما عندناش سبب محدد ليه. ما يكونش في AML، لانه لو قلب AML خلاص احنا بنتكلم في disease تاني. No other hematological disorder، العيان ده هيكون ALL ولا ابلاستيك انيميا ولا اي حاجه تانية. طيب not explained بقى اللي احنا قلناها فوق دي معناها ايه؟ معناها ان العيان ده ما يكونش عنده HIV ولا viral infection ولا iron او copper deficiency ولا vitamin B12 ولا فوليت ديفيشنسي ولا ميديكيشن زي الميثوتريكسيت او الازاثايبرين او الكيموثيرابي ولا الكحول ابيوز ولا اوتو اميون كونديشنز زي الاي تي بي والاوتو اميون هيموليتيك انيميا والكونجنت اوردر زي الفانكوني انيميا وهكذا. اشمعنى؟ قال لك كل الحاجات دي بتعمل تغيرات داخل البومور، وبالتالي عشان انا اقول ان البيشنت بتاعي ده ما عندوش اي حاجه لازم اكون متاكد 100% ان ما عندوش اي مشاكل من دي عشان يقدر يحقق الكراتيريا اللي هو ان اكسبلند سايتوكاين. مش بس كده بقى، بصوا بقى كمان بيقول لك ايه، بريسنس اوف فور بريزنت فور 6 مانس اور لونجر اف نو تيبيكال سايتوجينيتيك ابنورماليتيز ايدنتيفايد. يعني انا لو جيت عملت سايتوجينيتيك ولا لقيتش في حاجه خلاص، لازم عشان ابقى اقول ان العيان ده ماشي ام دي اس لازم يكون لازم يكون الكرايتيريا دي بتاعت السيتوبينيا حاصله مده اكتر من 6 شهور. بص دي الحته بتاع الكروموزومات اللي احنا لسه بنقولها اهو، هو في بي ارم وفي كيو ارم. تمام، هنشبهها كده بحاجه بسيطه عشان نفهمها. لو انا قلت محمد ده ساكن فين، فهنقول محمد ده ساكن في محافظه الغربيه في مصر، في محافظه الغربيه في طنطا في حي تاني في شارع الجلاء في متفرع منه شارع مثلا معاويه عماره رقم 10 الدور الخامس شقه 6. يبقى انا لما جبت عنوان محمد جبته من اكبر حاجه لاصغر حاجه. فاحنا دلوقتي بنتكلم على كروموزوم 3 في بي ارم وكيو ارم، والبي ارم دي بتقسم مناطق، منطقه ريجون 1 2 3 ماشي او باندات، والبند دي كل بند ممكن تتقسم لصب بند 1 و2 وكل صب بند ممكن تتقسم لصب صب بند. فانا لما اجي اكتب 3 بي 22 دي معناه ان كروموزوم 3 عند الارم بي بند 2 صب بند 2. طب لما اكتب 3 بي 22.1 يبقى الكروموزوم 3 بند بي، يبقى اسف ارم بي البند 2 صب بند 2 صب صب بند 1 وهكذا. تمام عشان عارفين بس الكلام اللي كان مكتوب فات ده معناه ايه. طيب وصلنا كده لمرحله ان احنا دلوقتي العيان شخصناه، عرفنا الكرايتيريا اللي موجوده ايه عشان نوصل للتشخيص، مين العيان اللي هنعالجه؟ نبص على الجدول اللي تحت ده الاول. انا عندي عملوا حاجة اسمها IBSS International Prognostic Scoring System، وقسموا فيه العيانين للو انترميديت 1 وانترميديت 2 وهاي. طيب هو التقسيمة دي ليه؟ According لي السرفايفل، يعني اللو دول خدوا 267 عيان، لو ان بعد سنتين 85% منهم عايشين، 5 سنين 55 عايشين، و10 سنين 28 عايشين. لكن لو نيجي نبص على الهاي بقى خدوا 56 عيان، لو بعد سنتين 5% منهم بس اللي عاشوا. وبالتالي انت عندك الهاي دول المورتاليتي ريت اعلى، فلازم في انترفنشن اسرع. طب التقسيمه دي جابوها منين؟ اكوردنج لي السكور اللي موجود فوق ده. البوم مارو بلاست سيلز اقل من 5% ده بياخد سكور 0، من 5 ل 10 هياخد نص، من 11 ل 20 1.5، من 21 ل 30 هياخد 2. طيب الكاريو تايبنج جود وانترميديت وبور هنقولهم دلوقتي، والسيتوبينيا لو جود هياخد 0، لو انترميديت هياخد نص، ولو بور هياخد 1، والسيتوبينيا من 0 ل 1 هياخد 0، ومن 2 ل 3 هياخد نص. طيب اللو ده 0، والانترميديت 1 ده من نص ل 1، الانترميديت 2 من 1.5 ل 2، والهاي من 2.5 ل 3.5. طيب الجود بالنسبه للسيتوجينيتك معناها نورمال او ديليشن 5 كيو اونلي، خلاص، او ديليشن 20 كيلو كيو. البور ده فيري فيري كومبلكس، اكتر من 2 ابنورماليتيز. تمام
والانترميديت بقى اذر ابنورماليتيز او سايتوبينياز او يكون اقل من 2. هو ده اللي بالنسبه للسيتوجينيتيك. واكوردنج بقى تبدا تجمع الداتا دي، يطلع عندك العيان دوت ماشي لو ولا انترميديت 1 ولا انترميديت 2 ريسك. تمام. differential diagnosis زي ما احنا قلنا ان المايوسبلاستيك سندروم دي should be distinguished from other megaloblastic anemia او بلاستيك انيميا اتش اي في، قبل ما نقول اصلا ان العيان دوت ان العيان دوت ام دي اس او لا. مايوديسبيزيا از سيبريتد فروم اي ام ال، الاي ام ال هيبقى ديزيز تاني. التريتمنت، طب العيانين دول هنعالجهم ازاي؟ والله لو العيان ده فيه انيميا بس ممكن ندي اريثروبيوتين لو هو الليفل بتاع الاريثروبيوتين اقل من 500، وده طبعا بيستيميوليت البوم مارو عشان التصنيع بتاع الار بي سي، بزود التصنيع بس. ايرون نيكليتنج، لو الايرون طلع عالي هنزود هندي ايرون نيكليتنج، لو التوتال كيسيك كاونت قليل هدي جي جرانيوسايكوين استيميتنج فاكتور جي سي اس اف، ولو البليتلت قليله هندي ثرومبوبيوتين انالوج زي الروموبلاستين والالترومبوباج، زي الروموبلاستين والالترومبوباج اند ثرومبوسايتوز. طيب اللينالدوميد ده تريتمنت اوف تشويس للعينين اللي عندهم 5 كيو سندروم، وده الديزيز الوحيد، ده الابنورمالتيز الوحيد اللي هي سبيسيفيك تريتمنت ريسبونس في 70% وال2 يير فور 2 يير، بندي 10 مللي جرام بير داي اورالي، بس مشكلته ان هو طبعا ليله ثرومبو ثرومبو ثرومبوزس افكت، فاحنا بندي فينس ثرومبروبرو فينس بروفلاكسس عشان الثرومبو سيتوبينيا، ممكن يعمل نتروبينيا ثرومبوسيتوبينيا، وبندي فينس بروفلاكسس اسبرين 325 ميلي جرام اورك. طيب لو العيان ده بقى العيان ده لو انترميديت ريسك، لو انترميديت 2 او هاي ريسك، العيانين دول بيزرعوا الوجينيك ستيم سيل ترانسبلانت. طب العيان مش هيعرف يزرع بياخد دواء اسمه ازاسيتيدين او اسمه في السوق فيدازا، ده تريتمنت اوف تشويس للعيانين الهاي ريسك، بيستعمل بدوز 75 ملي جرام متر سكوير من 5 ل 7 ايام كل 28 يوم، والعيان غالبا بيحتاج 6 سايكل.